صالح طرف أو آخر، خصوصا أن الجيش لم يقل كلمته بعد، وخصوصا أن أطراف دولية كما سمعنا الولايات المتحدة تحديدا تتحدث عن فرصة لا زالت أمام النظام المصري. الجيش لم يقل كلمته، لكن الشعب المصري قال كلمته بوضوح. الشعب المصري الذي ظل حتى الآن في الشوارع، ظل حتى الآن في الشوارع متحديا آلة القمع. بگزارش تلویزیون الجزیره، ارتش مصر در مقابل نقاط حساس و اماکن مهم دولتی موضع گرفته و اونجاها رو حفاظت میکنه، مثل پارلمان، مجلس الوزراء و همینطور رادیو تلویزیون در قاهره. هذا غير صحيح ويخالف الشعار الذي كان مرفوعا في كل شوارع مصر، نريد اسقاط النظام. لم يتحدثوا عن رفع الغلاء، لم يتحدثوا عن مساله رفع الاسعار، لم يتحدثوا عن البطاله، كل هذه كانت قضايا تفصيليه. شكرا جزيلا لك. شكرا احمد الكيلاني، عضو الامانه العامه للجمعيه الوطنيه للتغيير، كنت معنا من السويس. تحدثت فيه عن ضرورة الإسراع بإصلاحات سياسية واجتماعية، وقالت نريد أن نتشارك مع الشعب والحكومة لتحقيق طموحات الشعب المصري، والإصلاح مهم لخير مصر. وربما هناك تشديد كما ذكرنا دكتور سيف، ولكن هل يمكن أن نعتبر أن هذا الموقف الأمريكي ربما بارومتر لقياس خطورة الاحتجاجات ومستقبل النظام في مصر؟ أكيد أكيد أكيد، الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون عندها الحساسية العالية بالنسبة للنظام المصري بالذات، لأنه فعلا يعني النظام المصري لو حدث فيه ذلك ستحدث عدوى بالنسبة لكافة الأنظمة. حدث ذلك في تونس وانتقل بعد ذلك إلى مصر. مصر يمكن أن تحدث هذه. نعم، هذا ما نتمناه. دكتور جهاد عودة، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. إذا مشاهدينا، نتابع معكم الموقف في مصر أولا بأول، هذه التطورات كما تأتينا من مصادرها، هذه الصور التي جاءتنا قبل قليل، يعني حرائق في القاهرة هنا وهناك، الجيش نزل إلى وزارة الخارجية، فلا تقلقوا. بن ودنس وتام